حقيقة وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني عاينت عدة قضايا، خاصة نحكي في ميدان تسيير على مستوى البلديات أو في ميدان تسيير بعض المؤسسات الاقتصادية سواء الوطنية أو الخاصة. الملفات مغلوقة محولة على مستوى العدالة، ويعني الضبطية ما عندهاش حق تتكلم كي تكون ما عندناش الأحقية باش نكونوا هذه قبل ما يكون فيه حكم نهائي أو عمل القضائي حاليا راه في السير تاعو. 232 قضية متعلقة بالمخدرات والمهلوسات تم من خلالها حجز 13 كيلوغرام من الكيف المعالج، 26 قضية مركب سرقة مركبات، 30 قضية تتعلق بسرقة المواشي، وحجز 91416 قارورة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع.